اقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال. وأفاد شهود عيان أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته. وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ 7 أكتوبر 2023 من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.